وانت نطلع نصيف. طب والسنة اللي قبلها؟ فر يا عم الحاج، امريكا تبدي قلقها على ما يحدث في سوريا. يبقى امريكا قلقانة على سوريا وانا انت نطلع نصيف؟ امال احنا هنصيف امتى؟ لما امريكا تسيب المنطقة. البطاقة دي بتاعتك؟ ان شاء الله. وايه اللي مغير شكلك كده؟ حضرتك انا طلعتها قبل ما التزم. تلتزم؟ طب يا ريت يا اخي تبقى ملتزم من جوه كمان زي ما انت ملتزم من بره. ده تحقيق بقى ولا ايه؟ لو عايز تحقيق ما عنديش اي مشكله. اركب البوكس. لا بوكس ايه يا باشا؟ مش بوكس ولا حاجه، هو بس الامر وما فيه ان الولد بس اتوتر من كتر الاسئله. انا بعتذر بالنيابه عنه. احنا طبعا مقدرين المسؤوليه اللي على كتافكم. كان الله في العون يا باشا. انا هسيبك عشان الراجل ابو وش السمح ده بس. اتفضل. الله يكرمك يا ابني. كم مره كلمتك على حكايه الضبط النفسي دي يا محمد يا ابني؟ لما استقصدني بس لمجرد ان مربي دقني وانت بتقول له يا باشا. يا محمد يا ابني لازم تتعلم ازاي تطاطي للريح لغايه ما تعدي. لو قعدنا نتخانق مع كل واحد هيعلق على لبسنا ولا دقننا مش هنخلص من الخناقات في القاهره. انا اصلا ما كنتش عاوز ارجع القاهره، مدينه كلها معاصي وذنوب. بس فيها والديك. انت عارف يا محمد يعني ايه والديك؟ يعني ممكن تكلمهم تاخد منهم مبلغ مالي ندعم بيه الإخوة المجاهدين. أيوه. مش عارف، معرفش ليه قلبي مقبوض المرة دي من الزيارة. إن شاء الله خير. هات شنطتك ويلا، هات شنطتك يلا. افتح الباب. يلا يا قرموطي انزل يا قرموطي عشان هنفتش العربيه. الله الله، بتخبط على العربيه ليه كده يا عم عبد البر؟ في ايه؟ وبعدين في الليله السودا ديت في ايه يا عم عبد البر؟ ما انا بقالي 3 سنين داخل طالع من المديريه، فجاه يعني شكلي بقى ارهابي ولا ايه؟ مش قادر افهمك انا بصراحه. ما تزعلش يا قرموطي، في اوامر علينا بالتفتيش لاي حد. اوامر ايه؟ مش فاهم. وايه التفتيش يا عم؟ بالراحه يابا بالراحة، ده شاي وسكر، الحاجات دي ممكن تتدلق. مش معقولة يعني كده يا عم عبد البر؟ مش أنا اللي اتفتش، مش أرمط اللي يتفتش يعني. معلش، في أوامر مش سايب مدير الأمن الجديد بالتفتيش الدقيق. مفيش حاجة يا فندم. مفيش حاجة. يلا بقى. طب ما أنا عارف إن مفيش، هخليهم يطلعوا تاني البضاعة بقى. لا أنت اللي هتطلعها وتمشي. مين ده اللي يطلع؟ أوعى إيه تقول الكلمة دي بعد كده. مش أرمط اللي يحمل بضاعة. أنا معايا رخصة دولية. أنت اتجننت ولا إيه؟ يلا. ده انا عدي برخصتي من بوابه اسكندريه. انت اتجننت قوي ولا ايه؟ قرموطي اوعى تقول لي انا اللي حمل العربيه. قرموطي انا مش تبع يا عبد البر. قرموطي سواقه مع رخصه دوليه. اسمع الكلام، ما يتقالوش حمل. صلي على النبي يا ابني. عشان ارمط من الصغير في المنطقه. يا ابني ما تركبش دماغك. ارمط من الصغير في المنطقه. عيب تمشي يا ابني، عيب يا ابني. انا مش تبع يا ابني. اسمع الكلام، ارمط من الصغير. لا اسمع الكلام يا ولا. وانت سبت الكلية من امتى بقى ان شاء الله؟ من سنة. من سنة؟ والمشايخ اللي فهموك ان الكمبيوتر حرام وخلوك سبت كلية الهندسة قالوا لك ان الكذب على ابوك سنة بحالها، وانت مفهمه ان انت في كلية الهندسة وهو يقطع من لحمه الحي ويبعت لك مصروفك. قالوا لك ان ده حلال. الضرورات تبيح المحظورات، وانا كل غرضي الاخرة مش الدنيا. وبعدين انا من واجبي ان انصحكم، انتوا مهما كان برضه ابويا وامي، عضوا للطريق الصحيح. ليه يا ابني؟ كنت شايفنا ماشيين في السكه البطاله ولا حاجه؟ انت وابويا بتساعدوا بعض على الضلال. ضلال؟ ضلال ايه؟ شايفني ماشي ورا امك بطبله وهي بترقص؟ واد يا ميدو، ميدو مساء الخير يا ام ميدو. فين الواد ميدو؟ امال السلام عليكم. مساء الخير. امال فين ميدو؟ اتفضل. ده ميدو؟ خرب بيت شيطانك، ايه اللي عملته في نفسك ده؟ ازيك يا ميدو؟ يا ده ميدو في ايه مالك؟ هو عمك قرمك ما وحشكش ولا ايه؟ ما تتعبش نفسك يا قرموطي، ده مش ابني اللي ربيته. لا حول ولا قوة الا بالله. انتوا عملتوا دي ان تي وطلع الواد مش ابنك ولا حاجة؟ كل حياتكم مفاسد وذنوب. ازاي تسيبوني عريت الوجه كده قدام راجل اجنبي؟ اجنبي؟
ام ميدو ماشيه مع مين والجوزيه؟ بيقصدك انت بالاجنبي يا قرموطي، قال يعني غريب عننا، ده اللي علمه له في الكليه. كليه ايه؟ انت اتعلمت في هندسه اسيوط ولا هندسه افغانستان؟ مش فاهمك. انا ببلغ وبعمل اللي عليا. وعد امي ماك شفت الوجه كده فتنه. والحديث بيقول لا يدخل الجنه ديوس. ديوس؟ بتقول على ابوك ديوس يا كلب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مفتري يا ضلالي. ايه ده؟ ام ميدو ايه؟ ايه ولا في ايه؟ انت ازاي تكلم امك وابوك بالطريقه دي؟ انت فجاه كده هتعمل عليهم علامه؟ انت نسيت ان امك هي اللي معلمك الصلاه؟ نسيت لما كانت بتزغرط في الشارع وبتوزع شربات في الحته كلها لما حفظت جزء عامه؟ اخص عليك عيل واطي. حقيقي ليس بعد الكفر ذنب. لو كنت كافر كنت وقتك زي ما الكفار بيوقدوا عيالهم. على الاقل يا اخي كنت استريحت منك. توقدني؟ الكفار كانوا بيوقدوا البنات على فكره مش الولاد. احنا بقى الجيل الرابع من الكفار وبنوقد الولاد. يلا يابا اتكل على الله بدل ما نوقدك تحت عتبة الباب دلوقتي عشان ما تحرقش دم امك وابوك. يلا مع الف سلامه. وما تنساش بقى لمؤاخذة تبقى تغير اسمك عشان ميدو ده مش هتمشي مع الدقن. شوف لك نيك نيم جديد. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنين، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر. ايه يا ولية اللي انت عاملاه ده؟ لقيتك مش عايزنا نروح المصيف، قلت اعمل مصيف لنفسي. لا ده انت حصل في دماغك حاجة، انزل اجيبك بتاع فريسكا بالمرة. ما هعمل لك ايه؟ فايقة ورايقة وانا مش فايق لك خالص، انا داخل اتخمد انام. لا مش هسيبك تنام الا لما توافق نروح المصيف مع اختي وجوزها وعيالها. لا مش ارمط اللي اتهدد وانت عارفة، ما تخلينيش بقى ازركن وهيديلك التصيفة اللي انت عاملاها دي. حلفتك بالغالي لا توافق. قلت لك مليون مرة ما تحلفنيش بالتلفزيون السري دي قبل ما نخلص قصته. موافق يا ستي. هو على ده صيف وغريب عشان زيك. هي عرموطي انت بتعمل ايه عندك؟ خد هنا. خرب بيت اسئله امك مصدعني. بشوف موقعنا على الجيجي بس. احنا في مرسى مطروح ولا غوطنا جوه شويه؟ ايوه كده شاطئ كليوباترا، كده شاطئ الغرام، كده شاطئ المرح. احنا كمان كده مظبوط. الله يخرب بيت ام الرمله اللي مضايقانا دي. روق بقى واسمع معايا حاجه حلوه. اللي بتعمله ده انت هتفضحنا هتفضحنا. كاسيت؟ حد يجيب كاسيت؟ دي حاجات قدمت يا عم، ده ما فيش سيديهات. انا هسمعك اللي انت عايزه على الايباد. ايباد؟ اسمه ايباد. ايباد اقعد صلح لي في الانجليزي كاني عايش مع دنيا سمير غانم، كل شويه تصلح لي انجليزي. اسمه ايباد، بايت معايا في حضن امبارح. يبقى اسمه استنى ده بقى وما تعصبنيش. في ايه؟ احنا في بحر ومش عايز اتعصب. هسمعك انا دلوقتي يا ساكني مطروح. استنى بقى ساكني مطروح. ايوه اسمع. ايه ده شو؟ لا استنى استنى بس، دخلت حكايه في بحر مش فيلم هو يعني. اسمع ايه ساكني مطروح. اسمع هات يا عم. الظاهر مش عايزين يخرجوا من القاهرة، أنا عايز أفسحهم وهم لابدين هناك. اسمع التاني، هجيبها لك هجيبها لك أنا. اسمع ولا اسمع؟ اسمع عندي أنا هنا وريح بالك. اسمع بص، أنا كنت عايز أشغلها لك ديجيتال، أنت عايزها مانوال وشعبي وفضيحة بلس، اعمل اللي أنت عايزه. أنا مش هسمح حد بأم الأيباد ده، ولو اتعصبت هندغدغ أمي. يا عم بقى سيبنا في حالنا بقى، تعبتنا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ خلينا بقى نشوف نفسنا. ايه ده؟ على مهل. الله يخرب بيت ام ده، نسب يعر والله العظيم. قلت لك ما بحبش اخرج معاهم في حته. ايه الراجل الناقص وايه المشجر اللي لابسه ده؟ بص بيتمنظر ازاي. طب ما انت لابس زي اخرسي. انت هتجيبي زاره زي خساره؟ ما انا مش عايز انزل بيه بس دلوقتي لغايه ما اخلص الاقساط بتاعك. ارمط ارمط، انا نفسي تجري ورايا زي الواد والبت كده على الشاطئ. بالنسبة بس لموضوع الجري وراكي، حجري وراكي عادي ولا بالشبشب زي كل مرة؟ دايماً كسر بخاطري. هناكل ايه النهاردة يا بت؟ بقولك ايه، أنا نفسي أوي آكل شوشي. وإيه الشوشي ده؟
يا اختي بيقولوا سمك كده جديد زعانفه طويل، المهم انه سمك في البحر، خلي جوزك بقى ينزل يصطادهولنا. انزل اصطاد لنا شوسي. يا عز دلاله الله، لو ما سكتت انت واختك ما عندي غير الشوشي ده اضربكم بيه انتوا الجوز، مش عايز حد يعصبني. قومي يا بت نشتري سمك وخلاص. يا عم الميه بقى. يا ريتك نزلت معايا يا قرمط. سيبني في حالي يا حسبه. ايه يا جماعه؟ الكلام على ايه؟ اسكت يا حسب، ومش نرجس بتقول لجوزها انزل اصطاد لنا سمك، طلع ما بيعرفش وقال ايه جايين يقولوا لي تعالي نروح نشتري سمك، ما يعرفوش ان احنا معانا قائد البحر وملك السنانين. ده انا صناره. انت اخرك طعم ونسمن بيه السمك. فين الصناره دي؟ فين الصناره؟ اهي. دي ايه يا اخوي؟ دي ايه؟ دي صنارة؟ ايوه. انا كنت مفكرها سجارة. انت بتستهتر بيها؟ دي تصطاد حوت على بعضه. يا راجل دي لو اصطدت بيها اخرها بسريايا كده تصطادها. حوت ايه وبتاع ايه؟ تحدي. انزل معايا دلوقتي وشوف دي هتصطاد ايه. ما تتحدنيش يا حسب، عشان انا محدش يحطني في دماغه. يا تحدي. طيب نشوف الاول اوكار السمك على الجي جي بس عشان نحدد الاوكار وننزل نصطاد على طول. لان اهم حاجة في الصيد عنصر المفاجأة. هو راح فين البحر؟ البحر كان هنا. حد لعب في البحر؟ يا عم ما تسرع شوية، انت ماشي على كام غرزة في الدقيقة؟ غرزة ايه يا عمنا؟ اسمها عقدة. عقدة هتعقد ام ربنا يعقدك زي ما انت معقدنا كده اهو. يا ربي يا ابويا، انت ماشي ليه كده على طول؟ خش اول شمال، اول شمال يقابلك خش فيه على طول. اول شمال يقابلك؟ شمال ايه ويمين ايه؟ احنا ماشيين في صلاح سالم. بص يا عمنا، بص الراجل ده عارف مكان السمك وهيودينا لحد بيته. وده بيعمل معايا ايه؟ الجي جي بس ده جايبه كده يتفسح معانا وياكل سمك؟ ده تكتب له سمك بالانجليزي هيودينا على اوكار السمك على طول. سمك بالانجليزي يعني ايه؟ يعني فيش. اسكت انت، بدل ما فيش غل وام فيكي، عشان انت شغلاني من اول النهار. اكتب لي هنا فيش، ده بقى فيش اسمها؟ فيش. اكتب لي انت فيش هنا بالانجليزي عشان يودينا الوكر على طول، انا هعمل السمك. لو انت ما بتعرفش تكتب بالانجليزي؟ لا بكتب يا عم، بس خط وحش في الجي جي بس، ممكن ما يفهمنيش، بدل ما اكتب له فيش اكتب له غش يودينا في حته ثانيه، اكتب بس. سيبني على روتي دلوقتي والنبي، عشان خاطر انا بقى بروح. سيبني والنبي. دايخ دايخ، ظبطتك ظبطتك يا حسبه، شكلك عندك كوبيا من البحر. كوبيا اسمها فوبيا، فوبيا، ابوس ايديك اسمها فوبيا. تفو على منظرك واللي ياخدك معاه بعد كده. وبايعوا امير المؤمنين ابي بكر القريشي. وبايع امير المؤمنين ابي بكر القريشي. على السمع والطاعه. على السمع والطاعه. في المنشط والمكره. في المنشط والمكره. والعسر واليسر. والعسر واليسر. وعلى إقامة دين الله. وإقامة دين الله. وجهاد عدو الله. وجهاد عدو الله. وإقامة الدولة الإسلامية. وإقامة الدولة الإسلامية. والزود عنها. والزود عنها. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والله على ما أقول جيد. والله على ما أقول جيد. تقبل الله منا ومنكم. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. اخي شو السفينه اللي جايه علينا؟ توقع ذول خفر السواحل اللي جايين علينا. ما بعرف. وقف، لا تحرك، لا شوف شو القصه. شباب كل واحد واقف في مكانه بسرعه وجاي سلاحه، بس ما حد يضرب رصاص غير بامر مني. احنا بقالنا 20 سنه ماشيين في الميه، احنا تهنا ولا ايه؟ بس بقى وطرت ام الجي جي بس. الجي جي بس فصل شكله كده كمان، فصل شحن خلاص. بس احنا شكلنا وصلنا لوكر الاسماك. انا شايف سمكتين ثلاثة ماشيين هنا. اركن يابا اركن، ان شاء الله صف تاني. هي الحتة دي. يا نهار اسود يا نهار اسود. الله يخرب بيت الجي جي بس بتاعك. ايه يا جماعة؟ الحق يا قرموطي، شكلنا هنخش في المركب اللي قدامنا. شد فرامل يا عم الحاج. عم زكاد يا عم، كل واحد يلبس اللايف جاكيت بتاعه. امسك امسك. فين الاربعه التانيين؟ اربعه ايه؟ مش بتقول لي فايف جاكيت؟ لايف لايف جاكيت. حتى واحنا بنغرق بتصلح لامي. هي ناقصاك. هننط ولا ايه؟ يا عم يا عم.